مرحبا بكم في الفيديو رقم 91. في الفيديو غادي نكملوا الاجوبه ديال ليكزيرسيس ديال ليكزام. اذا كيف ما قلت هادو اون رومبلاسون دون لو كومبوزي ا لو غروبمون امينو اون بوزيسيون 3 بار ان اتوم ديدروجين اون اوبتيان ان نوفو كومبوزي بي. اذا في البدايه غادي نرسم الكومبوزي ا. اذا هذا هو الكومبوزي ا كما كتلاحظوا, هذا هو الكومبوزي ا اللي يعني خدمنا عليه في جميع الاسئله اللي سبقات. اذا كيف ما كتلاحظوا اون رومبلاسون دون لو كومبوزي ا, هذا هو الكومبوزي ا لو غروبمون امينو. امينو هو ان اتش 2. اذا في هذا الكومبوزي عندي دو امينو, اذا ان امينو من هاد لي دو. اذا كيف ما كتلاحظوا لو غروبمون امينو اون بوزيسيون 3. اذا هذا هو لو غروبمون امينو اون بوزيسيون 3, يعني ان اتش 2 اللي مرتبطه بالكربون صاحبة الرقم 3. اذا كما كتلاحظوا باغ ان اتوم ديدروجين, يعني كنحيد ان اتش 2 كما كتلاحظوا وكنرسم هنايا اتش, يعني اتوم ديدروجين كما كتلاحظوا اتش. اذا اون اوبتيا ان نوفو كومبوزي بي, يعني كنحصلوا على مركب جديد. اذا هاد ما بقاش ا ولا بي. اذا ملي كنغير ان اتش 2 باتش, يعني كما كتلاحظوا هذا ما بقاش كربون اسيميتريك. علاش؟ لانه ولا عنده دو اتش كما كتلاحظوا. اذا غنحيد هاد الاطوال من 3. اذا هذا هو الكومبوزي بي. كنشوف شحال عندي من السؤال الاول بالنسبه لهذا الكومبوزي بي, هو السؤال رقم 9. سو كومبيان دو ستيريو ايزومر سو بريزونت لو كومبوزي بي. اذا في كيف ما شرحنا في السؤال الاول ان النومبر ديال الستيريو ايزومر عندهم علاقه بالنومبر ديال الكربون اسيميتريك. اذا كيف ما كتلاحظوا عندي ان كربون اسيميتريك, اذا النومبر دو ستيريو ايزومر ايغال 2 على بويسونس 1. اذا ا هو النومبر ديال الكربون اسيميتريك, 2 على بويسونس 1 ايغال 2 ستيريو ايزومر. اذا وصلنا للنهايه ديال هذا الفيديو. ننتقلوا الان للتكمله ديال الاجوبه ديال هذا التمرين في الفيديو اللي كيظهر الان على الشاشه امامكم.